السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. واشركم مباركه، الله يدخل علينا هذا الشهر الفضيل بالمغفره والتوبه، لا فاقدين ولا مفقودين. ونسال الله تعالى ان يبارك لنا في اوقاتنا وان ييسر امورنا لما يحب ويرضى ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سلوب شعير فيه مكونات كلها صحيه، بلا سكر وبلا عسل وبلا زيت وبلا زبده، كيجي غزال في المذاق. كنتمنى انه يعجبكم، وما تنساوناش تدعمونا في القناه بالاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو على بركه الله. عندي 6 كيلو ديال الدقيق ديال الشعير، كنحمرو في قميله تكون ثقيله وعلى نار تكون مهيله. كنبقاو نحركو مزيان مزيان باش ما يتحرقش لينا الدقيق، لان الدقيق ديال الشعير ماشي بحال الدقيق العادي، الدقيق كيشد فيه السخونيه وكيتحرق. كنبقاو نحركو على نار مهيله حتى كيتحمر لينا. مهم، اهم حاجه البنات ما نوقفوش من التحرك. ها كنبقاو نحركو على نار مهيله حتى كيتحمر لينا. واحد الملاحظه بالنسبه للدقيق ديال الشعير، ملي كنغربلوه وكنحيدو ليه النخاله ديالو كيقل لينا في الميزان، يعني كل كيلو كيعطينا نص كيلو ولا اقل. يعني الا كنتو غادي ديروا 6 كيلو ديال الدقيق مغربل خاصكم تضاعفوا الكميه، يعني خاصكم تشريو 9 ديال الكيلو باش يلا منين تحمروه وتغربلوه يلا يجيكم 6 كيلو. هو الشين بعد ما حمرتو، هنا راه مازال ما غربلتوش، راه باقي بالنخاله ديالو. كيف قلت لكم كل كيلو ملي كيتغربل كيولي فيه نص كيلو. وهنا كنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده من نوع حيواني، كنخليوها تذوب وكتبقى يعني على نار حتى كتبخر لينا داك الماء اللي فيها، يعني ما كتبقاش ديك الفقاعات وكيتغير اللون ديالها كيولي قهوي. ديك الساعه عاد كنزيد الشوفان، كنبقى نخلط الشوفان مع داك الزبده وكنبقى نخلطو حتى كيتكرم لينا داك الشوفان وكنحيدوه. كتعطينا واحد البنه واحد المذاق ما نعاودش لكم، يعني هاد الاضافه هذه ديال الشوفان والزبده كيجي رائع في السفوف. سيدي وهي سيدي، اللهم
بالنسبه للمكونات عندنا 6 كيلو ديال الدقيق ديال الشعير محمر ومغربل، عندي 5 ديال المعالق ديال النافع و5 ديال المعالق ديال حبات حلاوه ومعلقه ونص ديال المسكه الحره. عندي هنا النبك محمر ومطحون ومغربل، عندي هنا الشوفان اللي كنت حمرته معاكم طحنته وغربلته حتى هو، عندي إيلان حتى هو محمر ومطحون ومغربل، عندي هنا 2 كيلو ديال الجنجلان طحنته حمرته قبل وطحنته حتى خرجت منه الزيت، عندي هنا 2 كيلو ديال اللوز و 2 كيلو ديال الكاوكاو بلدي حتى هو محمراه وطاحنه حتى خرجت منه الزيت، عندي 4 ديال المعالق ديال القرفه، عندي نص كوزه يعني كوزه صغيره غادي نحكها. بالنسبه للناس اللي كتبغي سفوف حلو ومريضه بالسكر ممكن تستعمل ستيفيا سائله اولا تستعمل العسل ديال التمر، انا هادو ما غاديش نستعملهم يعني مجرد اقتراح بغيت نقترحه عليكم، وهذا ما كان ونخليكم معنا حتى الاخر ديال الفيديو. المهم هنا غادي نبدا بالنواشف هما الاولين، غادي نخلطهم كاملين عاد غادي نزيد عليهم الجنجلان ونزيد عليهم الكاوكاو. المهم خليكم معنا حتى الاخر فيديو، ما غادي نحيد حتى حاجه من الفيديو، ما غاديش نقطعو غادي غير نزربو، خليكم معنا حتى الاخر فيديو.
اليوم صراحة عييت أنا يا بدليك وقررت أنني نخرج بلا برا حيتاش مازال الصفوف فيه ديك الزيت ملي كندير الكوب بحال هكا كيخرج ليا الزيت ديال اللوز والكاوكاو والجنجلان، وقررت أنني نخرج بلا برا باش يزيد الزيت ليا وخرج منو ديك الزيت كثر. ونخليكم معنا حتى آخر الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الصفوف ديالنا. صراحه ما خليتوش يدمو ليا بزاف، خليته شويه ناشف باش نحس بثقل النشا ديال اللوز وديال الكاوكاو وديال الجنجلان. صراحه جابنين بزاف، وكنتمنى انكم تدعمونا في القناه وتشاركوا معنا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبقوا على خير وعواشركم مباركه.